كلمين ناتي فيديو جديد اليوم جيت ندير معاكم تارتلات بنوتيلا. هذا الوصفه نسحقوا نوتيلا بيان سور. ولا ما توفرتش عندكم نوتيلا نعطيكم لي مارك اللي يشبهوا لها من في البنه وفي اللون. بالنسبه لي مارك هذوما كاين تويسكو بزاف بنينه، يجي لومبالاج تاعها ترونسبارون وبالاحمر. تويسكو هايله، ودير تقدروا ديروا ثاني نوازيستار مي بصح لي رخيصه شويه تويسكو. انا هاد الثلاثه ما نبدلهمش، الا ما درتش نوتيلا ندير هاد الزوج نوازيستار ولا تويسكو. الاخر اللي يجوا شويه لونهم داكن ما يجوش كيما هكايا، ما يجوش مارون، هاد اللون الشباب اللي يجي يلمع. عندي بانانا بيان سور، وعندي هنا لي تارت اللي كنت سبقت ودرتهم معاكم في الفيديو السابق، ودرتهم ثاني معاكم بليزيور فوا. دوك يظهر لكم الرابط في اعلى الشاشه، ونزيد نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. نبداو بسم الله، نذوبوا الشوكولا هذه في حمام مائي ونزيدوا لها واحد سا ديبون لا كونتيتي تاعكم، ديروا لها مغرف ولا زوج مغارف كبار تاع الزيت باش تعاونكم وتولي ليكيد شويه، فهمتوني؟ شوفوا هذوك راهي شايده روحها، لو كان ديروها ما تجيش ليست من الفوق. دوكا باش نديرو، عندي النوتيلا تاعي دارتها تذوب في حمام مائي، مازال ما ضفت لهاش الزيت. كي تبدا تذوب باش نضيف لها هذاك الزيت. عندي البنان هنا اللي قطعته شويه خشينه ماشي حاجه، على خاطر لي فوندو تاع تاعي صغار ما نقدرش ندير ثلاثه حبات، تما ندير وحده برك ونديرها شويه خشينه. كيما قلت لكم لي فوندو تاع تاعنا تقدروا تخلوهم تحتفظوا بهم سمانه حتى 10 ايام عادي، بصح شنو غطوهم مليح. انا غلقتهم باحكام بهذا البابي فيل باش يقعدوا لي طريين، باش نقصوا على روحكم الشغل بيان سور، ماشي ديروا كلش في نهار واحد. فوالا كان كيما قلت لكم ديروا هاد الخيوط هادوما. علاش تعمدت ندير لكم هذا الفيديو؟ كاين ديما على بالهمش بلي لازم يذوبوا الشوكولا، يقول لك انا حابين تخرج لنا كيما تاع المحلات تاع برا. هذه هي لاستيوس، هذا مكان. وثاني النسلي، بالنسبه لهذه بزاف خشينه نقص لها النسلي كراميل ولا اي ولا النسلي نورمال. ثاني تذوبوه في حمام مائي باش يجيكم شباب، يجيكم ليس كي تديكوريو به، ماشي غير نوتيلا. هذه العمليه هذه عطيتها لكم مجرد ايدي، كما قلت لكم نوتيلا تحبوا تشبحوا بها ولا النسلي كراميل ديروهم في حمام مائي. بصح شنو النسلي ما تضيفولوش الزيت، النوتيلا تقدروا تضيفوا لها الزيت. فوالا هايليك بدات تولي ليكيد، نضيف لها الزيت كما قلت لكم. الزيت راح يزيد يعاونها ويمد لها اللمعان. كما راكم تلاحظوا كي تضيفوا لها الزيت ما راح يصرى لها والو. هايليك راهي وجدت صاي. دوكا واش نديرو؟ نحكمو مغرف عادية ملعقة ونعمروهم، حاولوا ما تبسخوهمش. دير لها شويه برك، هنا ديرو كيما راهي ندير باش تبلاطا وصاي. سهله بالبزاف، نكمل كامل نديرهم بنفس الطريقه. فوالا هاني كملتهم. دوكا واش تديرو في هذه المرحله؟ تقدروا ديكوريو غير حبه لوز حطوها في الوسط ولا حبه جوز ولا واش حبيتو. انا ما فضلت ندير لهم غير ورقه تاع الذهب، ما حبيتش نديرها شارجي على خاطر هما ديجا صغار. ولا تقدروا تزينوهم بهاد، انا نص نديرهم هكا نص نديرهم كما قلت لكم. وانا عندي هنايا هاد شوكولا غابي، هكذايا ندير لها الحبيبات.
وكنخليها في الثلاجه حتى كيتجمد شويه نوتيلا، باش نديرلها ورقه الذهب بيان سيغ باش ما تغطسليش الداخل. راكم تشوفوها ملي كي تغطيلات تاعي، ميني تغطيلات راهي تلمع النتيجة كما راكم تشوفو، تجي بنينة بزاف. جربوها، نقول لكم تلافر وحدكم، ومبروك للفائزة تاع المسابقة اللي درتها تاع لي تغطيلات. نقول لك الف مبروك والعقوبة كما يقولوا نجاحات اخرى في حياتك. تلافر وحدكم، ما تنسونيش جا في الفيديو البنات. باي باي. وانا البنات هاي ليك من الداخل، فتحتها لكم خليتها في الفريجيدار نص ساعه شدت روحها. حبيت نقول لكم باش تدخلوا معايا في الجروب تاعي، وتحبوا تبعثوا لي تويفيوني في الفيسبوك تاعي في الانستغرام تاعي، اكتبوا صراحنا شوي، تكتبوا صراحنا شنخرج لكم، ديروا لي ابوني ولا كيما حبيتوا، وبقاو على خير. باي باي.